ما انا عندي كلام كتير قوي، وتحديدا عن الكابتن محمود الخطيب واللقطه بتاعت امبارح، لقطه اكثر من رائعه، واكيد معانا الصور دي واللافته، يعني ما تلاقيهاش في اي نادي تاني، ما فيش اي نادي تاني تشوف فيه اللافته دي، وحاجه كانت بمنتهى التلقائيه مش مترتبه، ممكن يكونوا هم اتفقوا مع بعض وهم طالعين على المنصه يعني. فاللقطه دي ان دلت تدل على مدى تقدير لاعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني لهذه الشخصيه العظيمه. شخص فعلا فعلا يستحق هذا التقدير والاحترام، الكابتن محمود الخطيب، اسطوره كبيره في الرياضه المصريه. لسه عندي كلام كتير قوي بخصوص مباراه الامس، وهتكلم عن محمد شريف وصلاح محسن الموسيماني، لسه عندنا كلام كتير قوي، بس هروح لفاصل سريع وبعد الفاصل نرجع نكمل. يلا بينا.